اسمها الامارات صعب يوصل من نوايا الامارات صعب يوصل من نوايا الامارات من قلبي لازم نسلم لا تطول طبعا اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعلم الله كان لي مشاركه مع اخوي عبد الله بن دفنة وكانت مشاركتي مكتوبه وكانت كنت مشارك مع الاخوان اللي قبل قليل فالورقه ضيعت من عندي لكن انا بقول كلام من قلبي ما ابغى من كلام ورق ولا غيره يعلم الله حب الامارات وحب اهل الامارات انه في قلبنا كلنا السعوديين حنا السعوديه وحنا الامارات مثل رجال وقبضه واحده ان كان تفرقنا فحنا متفرقين وان كانوا تجمعنا فحنا متجمعين ومتجمعين على العز والطيب ويعلم الله ويشهد علي اني احب عبد الله بن دفنه كانه اخوي وكانه ولد عمي بعد وهذا هو اماراتي وسعودي بس اللي يجمعنا شيء واحد الدين التقوى الدم واحد يا عبد الله بن دفنه طول عمرك يعطيك العافيه صفقوا صفقوا له